بالنسبة لوليد، طبعا كلنا بننادي دايما ان وليد سليمان ده حاجة عبقرية وروح قتالية وروح فانيلة النادي الاهلي. وقولي بقى ابيات شعر في وليد. حاسة خلصنا فيه كل الكلام كمية الحلو. التواضع اللي موجودة، صح، كمية التواضع، ودايما دايما التواضع اللي بيتواضع ربنا بيرفعه. فعلا يلعب يعني الماتش اللي قبليه لاعب اظن ما فيش، كان نزل في الدقيقه، كان فاضل دقيقتين والوقت الضايع، وربنا اكرمه، طول ما انت تتواضع بتجيب المكسب. فعنده التواضع وعنده القدرات الفنيه، ازاي بيلم الكوره، ازاي بيصلح لزميله، مش اناني، وما عندوش حته انه متضايق ان هو مش بيلعب الماتش كامل او المباراه كامله. يعني هو برضو معروف انه يعني لظروف سنيه طبيعي ان هو مثلا مش هيبقى بيدي ممكن في المباراه كلها، ده زي ما موسيماني قال، مش انا اللي بقول، زي ما مثلا ينزل في المباراه ويعمل الفرق اللي بيعمله ده، وهو حاجه زي دي مش مضايقاه، مش بنشوفه متضايق او بيشتكي ابدا، بالعكس يعني في تواضع وعارف كويس قوي انه الوقت اللي هو بينزله بيبقى قد ايه مؤثر في المباراه. انا برضو علشان ما نزعلش وليد، وليد ممكن يلعب 90 دقيقه، ما انا بقول عشان كده قلت موسيماني اللي قال مش انا. عشان كده قلت انا برد على موسيماني، انا برد على موسيماني، لا وليد لو هو اداله 90 دقيقه هيلعب 90 دقيقه، لانه الخبره لا تقدر بثمن. انا لما يكون وليد وحواليه كلهم في الاعمار 26 و27 سنه، ده يبقى زي الايه، زي الحجل كده، زي الجوهره. ايوه طبعا هو جوهره. يعني انت في لمستين امبارح بيجيب جولين، واحد تاني لسه يكون لسه شباب بينفرد المرمى 4-5 مرات وما بيجيبش، صح. فالخبره دي، وبعدين قوه الدفع اللي بيبقى جوه الملعب، بيحمس زمايله، بيوجههم، بيهديهم، بيعمل رتم للمباراه، كل الحاجات دي المدير الفني عارفها. فأنا علشان وليد إذا كان بيشوفنا بقول يا وليد أنت عبقري، وطول ما أنت بتتواضع وطول ما أنت الحب اللي في قلبك للنادي الأهلي ربنا بيكافئك، وحب الناس ده لو أنت بتوزع فلوس على الناس مش هيحبوك زي ما أنت بتساعدهم طبعا. من الأداء